شوف، لما بغيت نقول لك بان فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير، يعني لما لعبتيش معاه بهذه الطريقه هذه وما لعبتيش معاه بالدفاع البدني الجيد، يعني وكنتي مسيطر في طيله المقابله، يعني ما تحققش واحد النتيجه ايجابيه. هذا هو الدافع اللي لعبنا عليه، باننا جميع لي ديال كما تنقولوا باللغه ديال الكره، لي ديال نربحوهم لا بريمير بالون لا دوزيام بالون، ونحاولوا نبلوروها لواحد الهجمات. هذا الشيء اللي تاتى لنا الحمد لله، والاهم هو اللي حققناه هو الفوز. فريقنا ضرب الكانية كيتوفر عليه موعد بدني في المستوى السي طيبي، الحمد لله كيعرف اننا كيفاش نوجدوا الطراوة ديال البدنية ديالنا، خصوصا في المقابلات الكبيرة اللي كتبغي خزان بدني مهم. الحمد لله تأتى الجميع باننا في لافور كما تيقولوا بطل، ماشي ما كاينش في نهار فريق بطل، قد ما يكونش في نهار ويربحك. الفرق الكبيرة كنعرفوا الرجاء والوداد، ما تكونش في نهار وتربحك، الحمد لله. الصدق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.